قهوة خديجة في شيكاغو. القرياب شديد راميني يا أخي الليلة، ولي قهوة خديجة ما عندي أبدا حيلة. يا ريت لو خديجة تفتح محل ونجيلة في شيكاغو، تبقى القهوة ما في بديلة. يا ريت لو خديجة تفتح محل ونجيلة. سمعنا الخبر حكولنا القصة حكايين، زملنا وركبنا وعنينا الزلط كايسين. ليه قهوة خديجة في شيكاغو يا سامعين، ريحة البن والهبهان والجنزبيل سايحين في كل البلد بينادوا كيفين. ليه قهوة خديجة في شيكاغو يا سامعين. وصلنا المحل شوفعيننا في اليافطار، الجبن الما خمج ست المحل بالذات. سألنا وقالوا لينا في شوية إجراءات وفي يومين تكون خديجة أيضا جات. سألنا وقالوا لينا في شوية إجراءات وفي يومين تكون خديجة أيضا جات وتنضبط الرسين بالبكر والتنيات. الجبن الما خمج من ستهن بالذات، الجبن الما خمج من ستهن بالذات. واحد في شيكاغو اتقريب لقهوة خديجة. أغسطس 2022.